بقينا نشوفه بقى شائع جدا جدا في العلاقات، ان ممكن يكون زوج داخل على علاقة جديدة او لسه مقبل على الجواز ونلاقي الزوج ده فجأة هرب، او في العلاقات نلاقي الراجل ده هرب او يمشي كده ويقفل تليفونه وما يعرفش الطرف الاخر هو مشي ليه. الحقيقة في اسباب كتير ممكن تخلي الزوج ده يمشي ولا لا، ده اللي هنعرفه النهاردة. ازاي احنا ممكن نتخطى العلاقة دي او المشكلة دي وبعد كده نبدأ من جديد؟ تفاصيل كتير قوي هنعرفها النهارده من خلال ضيفتي اللي منوراني. ضيفتي النهارده هي دكتور نانسي لبيب، استشاري الطب النفسي. اهلا بيك يا نانسي. اهلا يا ماما، ازيك؟ الحمد لله. يمكن دلوقتي بقينا نشوف وبقى شائع قوي في حتى في الدراما المصريه، بقينا نشوف بعض المسلسلات بيتعمل فيها ان راجل وست يبقوا مع بعض فجاه الزوج ده يمشي او الراجل ده في العلاقه يمشي كده من غير ما يخبر او يقول اللي قدامه انا ماشي ومش هكمل. يعني بنلاقي حاجات غريبة أو بتحصل وممكن الطرف الآخر يتأثر جدا. إيه اللي بيخلي الزوج أو الراجل يهرب من العلاقة؟ هي بتبقى صدمة حتى لو إدى خبر، لأنه يا مروة بيبقى مدي خبر إنه ماشي. يعني فممكن يكون مثلا إنه محرج يقول، ممكن يكون ما بيعرفش يواجه، ممكن يكون أي حاجة من الحاجات دي. هي بتبقى حاجة بقالها مدة. يعني خلينا ناخد الحكاية حتة حتة. هل دي حاجة بتحصل له فجأة؟ لا. محدش هياخد قرار كبير زي ده فجأة. دي حاجة بقالها مدة مأثرة عليه نفسيا وعاطفيا ومأثرة على العلاقة، وهو خد القرار لوحده. وده هنا الجزء القاسي اللي دايما أنا بتكلم مع الناس فيه في العيادة. إن أنت من حقك وإنت من حقك تحسوا اللي أنتوا حاسينه، بس طالما في طرف تاني التصرف المطلق مش من حقي. تمام، بس انت دلوقتي بتتكلمي عن علاقه انتهت بسبب باسباب. دلوقتي احنا بقينا نشوف ناس بيمشوا من غير اسباب ومن غير ما يقول اللي قدامه، يصحى كده فجاه انا مقرر ان انا اسيب اللي قدامي دي حتى لو هي متعلقه بيا، حتى لو انا متجوزها، حتى لو معانا عيل، بنلاقي طرف كده هرب. بصي بقى، ضغوط الحياه ممكن توصل انسان ممكن يكون على علاقه ويمشي كده من غير اي اسباب. ده وارد، ولكن هو ما قالكيش الاسباب. بس دايما في سبب، مفيش حاجة اسمها ان حد مشي كده، غير بقى لو حد مشي وانتحر. دي قصة تانية، مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. انما اللي هيمشي ويعمل حياة جديدة عنده اسباب طبعا وعنده خطة. هو ما حطكيش في الخطة، هو ده القاسي. حلو قوي. عند هنا بقى عند النقطة دي احب اسألك، الطرف الاخر انت قلتي لي هو ما حطكيش في الخطة وصحي من النوم قرر ان هو يمشي من العلاقة دي، ممكن ما يقولش للي قدامه الكلام ده او الخطة اللي هو عاملها ان هو هيمشي ويسيبك ويبدأ حياته من جديد. الطرف الاخر يتخطى ده ازاي او يبدأ من جديد ازاي؟ او ممكن ما يتأثرش حتى، اكيد طبعا هيتأثر بس حتى لو بنسب قليلة عشان يقدر يكمل حياته من جديد او تكمل حياتها من جديد. انا هجاوبك على اول سؤال، هو ليه هيعمل ده وهل هي ضغوط الحياة ولا لا؟ هو هيعمل ده بسبب ان في نقص في مهارات التكيف مع ضغوط الحياة، بسبب ان عنده صعوبة في مهارات التواصل، مفيش communication skills، وهيهرب لان في صعوبة في الحفاظ على الوصال، في fear of commitment، مش قادر افضل جوه هذا الاطار او مش قادر اكمل في الاطار ده. دي اكتر ثلاث اسباب بتخلي حد يختفي ويعمل الاختفاء السادن او الجوستنج اللي بيقولوا عليه. دي اكتر ثلاث حاجات. التواصل اللي انت بتقولي عليه ده بيبقى عيب في الشخص نفسه، ان هو ما عندوش كميه التواصل او مهاره التواصل، ان هو يتواصل مع اللي قدامه، يعرف يقول الاسباب وياخد من اللي قدامه اسباب ويبدا يحل، ولا هو شخصيته ممكن يكون بيهرب؟ ده سؤال حلو جدا. مهارات التواصل تعلم. في ناس اشطر من ناس في الذكاء الاجتماعي طبعاً والعاطفي، انت اكيد بتقابلي ده كتير، ولكن افرض انا ما عنديش ده، هل ما اقدرش اتعلمه؟ تقدر تتعلمه وتنميه وتكبره، بس في العموم مش من الشائع ان الناس بتدور على ده. يعني يمكن عشان كده السؤال بتاعك حلو، اللي احنا بنعمله في البرنامج ده مهم، ان الذكاء الاجتماعي مهم، الكوميونيكيشن سكيلز ومهارات التواصل مهمه، عشان تاخد فيدباك وعشان تعبر عن اللي حاصل جواك وعشان تنجح العلاقه اللي بتحتاج حاجه اسمها النضج العاطفي. العلاقات فيها الشخصيات اللي بتهرب عشان ده فقر في النضج العاطفي. النضج العاطفي معناه يعني خلينا في مشكله تمام ونفضل جوه. تمام، يعني خلينا نقف هنا عند النقطه دي، وده مش عيب في العلاقه، ده عيب في شخص. بالظبط، يعني مش عيب في العلاقه، او مثلا هي تقول انا مثلا قصرت في العلاقه دي، لان في ناس بيقعدوا يلوموا نفسهم والطرف الاخر
من هروبه بيخلي اللي قدامه دايما يشك في نفسه. طب انا قصرت في ده، طب انا كنت المفروض اعمل ده في الموقف ده، طب انا ما عملتش اللي هو كان عايزه. فبنلاقي الشخص التاني بيقعد يلوم نفسه كتير جدا لان الطرف اللي قدامه مش من غير اسباب. هل ده بقى مش عيب في العلاقه دي؟ ده عيب في الشخص نفسه، ما عندوش مهاره التواصل او المواجهه او النوع دي يتكلم يشوف ايه اللي ضايقه او ايه اللي خلاه يمشي. لان كل علاقه فيها تحدياتها وده طبيعي. وبالمناسبة من الطبيعي ان حد في العلاقة هيأثر مع الطرف التاني. دورنا مش ان ده عمره ما يحصل، خلينا نبقى واقعيين اكتر، ان نعبر عن الاحتياج وناخد الفيدباك ونتكلم ونفضل جوه. يعني ان احنا بنجري ده منتهى الفقر في المهارات، احنا لازم نفضل جوه في المشكلة. بس خلينا نقول برضو يا نانس ان في ناس كتير قوي كده وناجحين جدا في شغلهم وكبار ورجالة وتقدري تقولي ليهم يعني مكانة كبيرة قوي، بس طب التواصل ده يتعلموه ازاي؟ او مهارة التواصل او خبرة التواصل، لان ده مش هيبقى موجود في علاقة، ده هيبقى موجود في كل الحياة، ان هو ما عندوش حتة المواجهة او اول لما يشوف حاجة كده يعني قافلة منه يهرب. وهتلاقي مرة ده مأثر في شغل طبعا في نجاح، بس ساعة الكونفليكت المشاكل اللي فيها تحديات ومحتاجة مواجهات بيمشي، وحد هيعمل الاناليسز وحل المشكلة طبعا. مش هيكون هو الشخص ده، هيكون هو بينجح في حتة تانية. ودايما بيبقى معاه حد بقى اسيستنت او مساعد او طبعا. او يحل الحتة دي. مهارات التواصل بقى نتعلمها من كتاب، نتعلمها من فيديوز لناس كتير، نروح للايف كوتش، نروح لثيرابيست، نقدر نعمل 100 حاجة نتعلم منها مهارات التواصل. حلو. ايه العلامات اللي ممكن بتبان في العلاقات في البدايات؟ كمان مهمه قوي في البدايات. أيوة. عشان الناس أيوة. بعد كده تعمل احتياطاتها. ايه الحاجات كده او العلامات اللي انت لما بتشوفيها في علاقات تعرفي ان في مشكله او العلاقه دي مش صحيه؟ بصي بقى يا مروه، 3 حاجات كده محددين، خدوا بالكم بقى يا جماعه، بقول 3 حاجات مهمين جدا لو شفناها في بدايه العلاقات نمشي على طول من غير ما ناخد شوط طويل او وقت طويل يعني نخسر بنفسنا. اول حاجه، بصي، اول حاجه حد هيكون بيتجنب الحالات اللي فيها قرب، يعني عزمه في عيد ميلاد، مش عايز يبقى بنت خالتك عندها ايفنت، في خطوبه، مش عايز يبقى في الاطارات اللي فيها حميميه واسره ليه؟ وحاجات زي كده. صح، احنا بنشوف ده ليه مش الخروج. عايز يبان، مع انه ممكن يكون شخص اجتماعي جدا بس مش عايز يكون موجود عشان ده الاطار. مش اسمه fear of commitment، الخوف من الارتباط. انت عايزه تحطيه جوه بقى تفاصيل الارتباط في العلاقه. لا، طب انا خارجه يعني مع هو بياخد يعني الحلو اللي عايزه من شكل العلاقه بالظبط كده. ان في حد وحد بيسال عليه واحنا موجودين، نروح مكان جديد نكتشف وخلاص، بس كده بالظبط. اول حاجه قلتيها ان هو مش عايز يروح الاماكن العامه او التجمعات العائليه اللي ممكن اي حد في بدايه الجواز او في الجواز يبقى متواجد فيها او في الخطوبه، حتى والناس بتتعرف. طبعا، يعني في اطارات، في اجتماعات، في حاجات عايزين نقعد مع بعض. لو هنخرج ما نروح سينما عشان ما نتكلمش ما نناقش، بس دي مشكله كبيره قوي وموجوده. ايوه طبعا. 2، التسويف. احنا الاسبوع الجاي يوم الخميس عندي كذا 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 واحب ان انت تبقى معايا. ربنا يسهل، هشوف. لسه مش عارف جدولي، ما عشان كده بقول لك قبلها ب10 ايام. ما انا مضمنش برضو، مش عايزه اوعدك. مش عايزه اوعدك دي حطي تحتيها خط. نمره 3، اول ما تحصل مشكله اول ما تحصل مشكله مفيش مواجهه، حواديت وقصص وتفاصيل، ونتكلم بقى في اسئله يعني سوفيستيكيتد كده وفي الفلسفه بالبلدي كده. نانسي مش هاخد حق ولا باطل مع الشخصيه دي. شكرا، بس كده بس كده، هو ده النهايه. يعني تكلميه في حاجه مضايقاكي، يا فلان حصل كذا وعايزه اتكلم. انت عارفه اصل العلاقات الانسانيه في اصلها، ونقعد بقى نحكي في العلاقات. بقول لك انا متضايقه، حصل كذا ومحتاجه منك كذا، انت ايه اللي حصل من وجهه نظرك؟ مفيش بقى. هم دول الثلاث حاجات لقيتيهم من الاول، مفيش حاجه هتتغير هنا. ده مش معناه ان اي شخص عنده fear of commitment يحكم على نفسه بالاعدام. لا. حلو، انت جاوبتي على السؤال اللي انا كنت عايزه يعني اساله لك دلوقتي. الشخصيه دي ممكن تكون برضو ناجحه في حاجات كتير قوي، وممكن حقيقي. يكون شخص ناجح في حتة معينة، مثلا في الجواز كويس، ملتزم بحاجات كتير، بس مش بيعرف يواجه. الشخصية دي انت بتقولي ما انا ارتبطش بيها، ولا خدي على عيبه، ولا انت شايفة ايه برؤيتك لما بيجيلك علاقات من الحالات ده او حالات من الشكل ده؟ بص يا مروة، ده سؤال حلو. الفير اوف كوميتمنت ده سبيكترا، عشان زي ما انت قلتي ما نحكمش عليه بالاعدام بالظبط كده. ده مدى
خلاص له درجات قليلة وله درجات طبعا. رهيبة. يصل عند بعض الناس انه ما يقدرش يحافظ على وظيفة. ممكن بالفشل ما يقدرش يعمل عقد ايجار او ياخد قرار بالتملك او البيع. لو احنا في الحتة دي لا مفيش خالص، مش هينفع خالص. لو احنا بقى في حتة اللي هي في الاوائل، لا يستطيع الحفاظ على وظيفة، عنده حاجات بيقوم بيها والتزامات مختلفة، ولكن خطوة الجواز هي اللي تقيلة، ولكن بيقابل الأهل، بيلتزم بكلمته، بيفي بالوعود، بيحل المشاكل، خلاص ساعتها هنروح لحد متخصص ونحل الأزمة دي مع بعض. بس لو احنا بعيد عن ده سنتي واحد، يروح يتعالج يحل مشاكله ونشوف بعدها، وما تستنيهوش. ايه الأسباب يا نانسي اللي بتوصل شخص يكون بالحالة دي؟ ايه الأسباب الأساسية؟ هل ده مثلا يكون في المراحل العمرية الأولى زي الطفولة أو المراهقة، ممكن يكون حاجة تأثر بيها وصلت الشخص ده لما يبقى ناضج وكبيره، ممكن يكون ناجح في شغله، يكون بيوصل لمرحلة أنه يهرب من أي حاجة في العاطفة أو في أي ممكن تجمعات، ممكن يبقى حاجة كانت صادمة حصلت في الطفولة. أكتر حاجة ممكن أنت تحكمي عليها كدكتورة ممكن تكون هي السبب في ده، هي حاجتين في الغالب، يا إما حاجة صادمة في الطفولة، يا إما التدليل المبالغ فيه من الأم اللي مستمر، فهو ما حسش أن في أهمية لانه يبقى مسؤول، يعني يبقى مهتم بالحاجات اللي هو عايزها بس، او مهتم بالتفاصيل اللي تخصه بس. بصي بالبلدي، طول ما في اللي بيلم وراك خلاص مش لازم يبقى مسؤول ليه. فطول ما ماما كانت بتقوم بالدور ده، او الجده او الخال، يعني حد من اولياء الامر، هو ما كبرش ولم ينضج عاطفيا، فمش عارف يعمل حاجه الكبار. بس تمام. اكيد بتشوفي يعني حالات كتير قوي، اللي بيبقوا كده اكتر الرجاله ولا الستات اللي بيهربوا من العلاقات وما بيبقوش عندهم مسؤوليه، الرجاله ولا الستات؟ رجاله. رجاله اكتر. بس في ستات كده برضو طبعا، وعدد كبير مش صغير طبعا اكيد. ايه بقى اللي بيخلي الستات تعمل كده؟ اللي هيخلي الستات تعمل كده اغلب الظن هيبقى حاجه صادمه في الطفوله ليها علاقه بالاب، وعدم الثقه في الراجل، في كائن الرجل، مش في الشريك ده بالذات. خايفه دايما من اي راجل يخش حياتها، او فكره الراجل نفسها. ان انت هتبقى موجود، هتسند، هتحل، تبدا تروح بقى اكتر للعقل المنتقد، تطلع عيوبه، المخاوف، تبروز لنفسها ان العلاقه مش هتمشي، وتفضل طول الوقت تنسحب. دي اكتر حاجه طبعا اكيد. نانسي، في ناس كتير بتتاثر بده، مشاعر الفقد نفسها، ان حد يمشي، يعني في ناس بتتاثر قوي، مشاعر الفقد دي ممكن تبقى صعبة قوي، والألم بعد هروب طبعا الطرف الآخر. إزاي أي شخصية بعد الموقف ده أو المرحلة دي تقدر تتخطى ده وتكمل حياتها بسهولة في علاقة جديدة؟ بصي بقى، في أكتر حاجتين بشوفهم بيفرقوا في البناء، مش بس التخطي والتعافي. خلينا نغير المفهوم ونقول إن الفقد هيعلمنا حاجة في البناء العاطفي بتاع كل واحدة فينا. خلاص، لو افترضنا ان هو في المثال ده رجل اللي ترك، فهنا المتروكة مهمة قوي تعمل الحاجات بتاعة العناية بالنفس. العناية بالنفس بقى في تفاصيلها الجسدية، في الرياضة بتاعتها، في الاهتمام بنوع أكلها، في بتاعها، في لايف ستايل ممكن بالزبط كده، في هي حابة يكون شكلها ايه. يعني كأني بقول لها تعالي بقى نبص كده وبصي على نفسك، انت عايزة تبقي تلعبي رياضة؟ ما بتلعبيش رياضة. في ناس للأسف بتضيع وقت وممكن تلعب رياضة، ممكن تنزل تغير لوك نفسها وتشتري لبس جديد وتعمل جديد وتتصور، بس المشاعر دي مش هتمشي. الحاجة التانية ان احنا نشتغل على المشاعر. اكتر مهارة سهلة وعندنا كلنا في البيت بتعمل processing of emotions، التخطي بتاع المشاعر، هي الكتابة. نكتب كتير طبعا، تطلعي كل اللي جواكي وتكتبي قصه اللي انت مريتي بيها، ده سر ساحر طبعا. الكتابه بتطلع اللي في السبكونشس، في العقل اللاواعي، للكونشس، وما بتقدريش تنكريه وتلعبي لعبه الانكار بينك وبين نفسك. مش هتعرفي تحكي على نفسك تاني لو كتبتيها بايدك، غير انك بقى هتجيلي وتيجي لغيري وتعملي الكلام دي حاجه، ولكن الكتابة دي بتاعتك انت، ملكك انت، في مرايتك اللي جنب سريرك. بصيتي في الكتاب، قريتي كل الحاجات اللي انت مريتي بيها وعدت عليكي، وما نكرتهاش وما استنيتيش حاجة من الطرف الآخر. مش هتعرفي تحكي على نفسك نفس الضحكة دي. حاولي، تحدى أي حد، لو كتبتيها بالتفصيل كل يوم كل يوم كل يوم المشاعر هتخرج الحاجات الإيجابية. هتجيلها لحظة بالظبط كده. آخر حاجة بقى تتمم الاتنين اللي فاتوا،
الحاجة اسمها الريزيلينس، المهارة بتاعت ان انا ابقى موجود ومستوعب الحياة بحقيقتها مش بتوقعاتي منها كطفلة او مراهقة. فدي بتعمل الصلابة يعني النفسية، يعني الواقع اقف على الارض بالظبط، بتعمل الصلابة النفسية ان انا ينفع امر بترك وان ده ملوش علاقة بيا. تقدري علاقة يعني بالحياة. نقدر نقول كده للناس ان من البداية اي علاقات في الدنيا ابقى حاطط الوحش قبل الحلو، عادي ممكن العلاقة دي هتنتهي في اي وقت. اكتر حاجة بحب اقولها في كده، اسألي نفسك انت داخلة العلاقة دي ليه وايه الحاجات اللي مش هتقبليها. بس كده. بس شكرا نانسي، انت نورتيني وكانت فقرة جميلة جدا. ميرسي. والله ما عارف، مش عايزة اختم الفقرة، انت نورتيني وان شاء الله نستكمل حوارنا الجميل وفقرات تانية ومواضيع تانية فهو هنا ان شاء الله وتنورينا فيه. هو مشاهدينا بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا دكتور نانسي لبيب استشاري الطب النفسي.